حياكم الله تنحصر فرص الانقلابيين في ايجاد مساحه للمناوره السياسيه في ظل اصرار الحكومه الشرعيه والتحالف العربي على استعاده الشرعيه سواء باستلام ال... باستسلام الانقلابيين سياسيا او باستمرار العمليات العسكريه للتحالف مع مراهنه التحالف على الحسم العسكري بعد تعنت الانقلابيين ورفضهم تنفيذ القرار الاممي 2216 ويظهر ذلك من خلال تاكيد بيان وزراء الخارجي الخارجيه العرب على دعم العمليات العسكريه للتحالف العربي بقياده السعوديه، وتاكيد العميد عسيري الناطق باسم التحالف على ان العمليات العسكريه لا تتاثر بالمسار السياسي. بين اصرار المقاومه الشعبيه والتحالف العربي على استعاده الشرعيه من خلال العمليات العسكريه ودحر الانقلابيين، وبين انحسار فرص المناوره السياسيه امام الانقلابيين تتحلى تتجلى أهمية الإجابة على تساؤلات إمكانية الحسم العسكري ومدى قدرة الإنقلابيين على الصمود معنا لمناقشة هذه المواضيع وأكثر الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان مرحبا أستاذ الدكتور أهلا وسهلا اسمح لي في البداية والمشاهدين أن نستعرض التقرير مع بعض ونعود نبدأ النقاش أعزائي المشاهدين نشاهد التقرير مع بعض تستمر التحركات العسكرية لقوات التحالف العربي دون التوقف عند إخفاقات المسار السياسي وتتجه في التحرك نحو استعاده الشرعيه كهدف اساسي في ظل عدم امتثال الانقلابيين الحوثيين للقرار الاممي رقم 2216 واصرارهم على عدم البدء بتنفيذ القرار اصرار الحوثي على عدم الانصياع للقرار الاممي تقف خلفه حسابات المحرك الايراني مما دفع بوزراء خارجيه العرب في اجتماعهم الاحد الماضي الى مطالبه ايران بعدم التدخل في شؤون اليمن وفي الاجتماع الخاص بمناقشه المستجدات والاوضاع الاقليميه والذي نال الملف اليمني مساحه اهتمام كبيره فيه تحدث وزير الدوله للشؤون الخارجيه الاماراتي الدكتور انور قرقاش الذي تتولي بلاده رئاسه هذه الدوله العاديه عن وجود تحديات تواجه الدوله العربيه الوطنيه في اشاره الي التحدي الايراني الذي شكل اختراقا كبيرا للامن القومي الخليجي والعربي من بوابه اليمن ما جعل دول التحالف العربي تتدخل لمواجهه ذلك عسكريا وعن وكلاء ايران المحليين في اليمن، طلب قرقاش المتمردين الحوثيين بالانصياع للقرار الاممي 2216 وقرارات جامعه الدول العربيه ذات الصله والتي طالبت جميعها بضروره انسحاب قوات وميليشيات المتمردين من كل المدن اليمنيه وتسليم الاسلحه الثقيله الى السلطه الشرعيه والقبول بالمرجعيه السياسيه المعتمده دوليا والتي تتركز على المبادره الخليجيه وآليتها التنفيذيه ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 22 16 فيما ترفضها الميليشيات الانقلابية وتراهن على المناورة السياسية لتخفيف وطأة العمليات العسكرية للتحالف العربي غير أن المتحدث باسم التحالف العربي العميد أحمد عسيري أكد أن المسار السياسي المتوقع لن يؤثر على العمليات العسكرية التي يقودها التحالف مما يؤكد عدم جدوى المحاولات الحوثية الهادفة لتخفيف الضغط العسكري الذي يشكله التحالف الا ذلك جدد اجتماع دعم وزراء الخارجيه العرب لقرار قمه شرم الشيخ الذي عبر عن موقف الجامعه العربيه بشكل واضح في دعم عمليه عاصفه الحزم في اليمن التي تنفذها قوات التحالف العربي بقياده السعوديه والتي جاءت تلبيه لطلب من الرئيس هادي باعتباره يمثل الشرعيه في اليمن ونظرا لفشل الحل السياسي بسبب تعنت الإنقلابين الحوثيين، قال وزير الخارجيه المصري سامح شكري ان مصر اعلنت دعمها العسكري ومشاركتها في الخطوات التي اتخذها التحالف العربي انطلاقا من مسؤوليتها تجاه صيانه الامن القومي امام محاوله اطراف خارجيه العبث به في اشاره الى الدور الايراني في اليمن. من جديد اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، اجدد الترحيب ضيفي في الاستوديو استاذ الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور في البداية مرحبا بك مجددا ثم رأينا مجمل التطورات حتى على المستوى السياسي كيف تقيم أنت هذه التجاذبات والتطورات وبيان وزراء الخارجية العرب الداعم لعمليات التحالف في اليمن طبعا هو جاء اللقاء في إطار أكثر من معطى على مستوى المنطقة هناك طبعا ما يحدث في فلسطين وهناك أيضا الموقف الدولي مما يحدث في اليمن وكما تعلم المسألة اليمنية الآن تحت الأهمية قصوى لأن هناك توجه دولي لايقاف دول عاصفه الحزم من تحقيق الهدف المرسوم مسبقا للتدخل الذي يعني سيعمل على يعني انهاء وجود الانقلابيين في الجغرافيه اليمنيه وكذلك القطيعه او اكتثاث الوجود الايراني على خاصره دول الخليج هناك ستلاحظ الان هناك عوده للمندوب لممثل الامم المتحده هناك حركه حثيثه في كان في مسقط الهدف كله هو انقاذ الحوثيين والمخلوع صالح في توقيت هم على بين يعني قاب قوسين وادنى من الانقضاض عليهما دكتور لكن وحده الموقف العربي عبر بيان وزاره الخارجيه العربيه حتى بدون صوت معارض، الا يؤيد ويدعم هذا قرار الحكومه الشرعيه بايقاف اي مفاوضات قبل تنفيذ القرار؟ الموقف هو الان هو نوع يدخل في اطار ما يسمى اداره الصراع لانه يعني الان المساله اليمنيه لم تعد مساله محليه اصبح هناك هناك موقف دولي وتصور دولي للمساله اليمنيه مع ضبابيه الموقف الامريكي هناك الموقف السلطة المحلية ودول عاصفة الحزم وتحديدا دول الخليج التي يبدو أنها وصلت إلى التوافق الآن حول الشام اليمني على خطورة الحوثيين والمخلوع صالح على الأمن القومي الإقليمي والعربي بالتالي أعتقد هذا الموقف في إطار توحيد الصف لمواجهة أو تخفيف الضغط الذي يشكله الأمم المتحدة والموقف الأمريكي كما تعلم من الخطورة بمكان إيقاف عاصفة الحزم في هذا التوقيت لأن إيقاف عاصفة الحزم في هذا التوقيت يعني ماذا يعني أننا كل هذه العمليات ليس لها معنى حتى الان كلها بالخسائر كل هذه ما خسرته اليمن تدخل هذه الدول كامله يعني ان الحوثيين هم موجودين على شكل حزب الله والمخلوع صالح موجود كرقم جزء من الحل وان اليمنيين سيستقرون لتقريبا اربع خمس سنوات ثم سندخل في معركه ثانيه وفقا ل نعم لكن ما اشار اليه البيان حول دعم ايضا رئيس الدوره كان الدكتور انور قرقاش وزير وزير الدوله الاماراتي للشؤون الخارجيه قال اكد على استمرار العمليات العسكريه التي يقوم بها التحالف ما هذا التصريح الواضح اعتقد ان الامارات الان واضحه وكان هناك لديها نوع من ضبابيه الموقف وعدم ادراك المخطط الايراني من خلال وراس حربته الحوثيين لدك او تقويض الامن القومي في منطقه الخليج خاصه وان ايران لديها قضيه الامارات لديها قضيه حساسه حول الجزر الثلاث واعتقد ان الخطاب تحدث عن الجزر الثلاث والموقف الايراني الاماراتي تحدث عن التسويه السياسيه هناك مواضيع هامه ساعطيها الان، هناك المرجعيات هي 22 16، هناك مرجعيه قرارات مجلس الامن بما فيها هذا القرار الاخير، مخرجات الحوار الوطني والمبادره الخليجيه، ولاحظ هذه المطالب العربيه او المرجعيه العربيه بينما الناطق الرسمي باسم الامم المتحده يعتبر القرار 22 16 هو جزء من الحل وليس هو الحل وهذا هنا لاحظ الخلاف جزء من الحل أي أننا سنخلق إطار في إطار القرار في 2016 وهذا خطير كما أسلفت بالتالي أعتقد أن دول عاصفة الحزم عليها أن تفتح المسار السياسي والحوار السياسي وكنوع من إدارة الصراع يسمى إدارة الصراع أصلا هناك عسكري وهناك نعم. سياسي بالمسار السياسي يخف لأنه ستلاحظ والمسار العسكري يستمر وفقا للتصريح الإماراتي واضح وأعتقد أن هناك إدراك واعي عندما يقول ستستمر العمليات العسكرية بل الإيرانيين يعني الخط الحوثي صالح هو الخط الإيراني في إدارة الصراع نعم. إيران حاولت عشر سنوات حول مفاعل وهي نعم. تطور المفاعل نعم. نعم والحوثيين بيان, بيان المجلس اليوم أعرف. دقيقه بس. نعم. الحوثيين كانوا يحاورون ويتوسعون في الجغرافيا، بالتالي هذه الآلية الآن ينبغي أن نحن نحاور أيضا ونفتح الحوار ولكن أيضا لا تتوقف نعم نعم. راى محللون اليوم في في بيان في في, في, في الدكتور قرقاش أيضا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قال على إيران أن تكف التدخل في الشؤون الداخلية العربية واعتبر ما يجري في اليمن شأنا عربيا حيث حتى أن في الموضوع اليمني لم يعد أمن اليمن فحسب هل ترى وحده الموقف العربي الان تقف امام اي محاوله ايرانيه لاختراق او تعديل شيء من قرار مجلس الامن اعتقد ان توحد الموقف الخليجي هو الان قد غير المعادلة الإقليمية والوطنية على مستوى الداخل لأنه كان نقطة الضعف الوحيدة للمبادرة الخليجية هو تباين وجهات النظر بين دول المجلس التعاون الخليجي حول ما هي الآلية أو رؤية التحداث التغيير في اليمن وكان هذا وهناك مواقف من بعض الدول الخليجية من المكونات السياسية في الداخل هذا هو الذي مكن الإيرانيين من اختراق الشام اليمني والحقل السياسي اليمني كما ان هذا هو الذي اعطى فرصه للحوثيين والمخلوع صالح لاقامه استغلال علاقه هذه هذه الثغره بتباين دول الخليج وحول المساله اليمنيه وأيضا بنوا نظريتهم على ان العربيه السعوديه دول الخليج لن تقدم على اي عمليه عسكريه وان هذا تباين كبير جدا فينبغي استغلال وتوظيف هذا التباين ويمكن لنا احتلال صنعاء والتواجد ولن يحدث شيء ولكن اعتقد انه هذه هذا التغير الكبير في الموقف الخليجي اعتقد انه حتى الموقف الدولي سيتغير لان دول الخليج قادره على تشكيل ضغط و وتوظيف علاقاتها الدوليه حتى خارج منظومه الخليج يبدو لي ايضا طبعاً. تصريح 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 وزير الخارجيه المصري ايضا يقول ان مشاركه مصر في التحالف العربي هي لحمايه امنها القومي والامن العربي عموما ما دلتها هذا ايضا من خارج المنظومه الخليجيه اعتقد ان باب المندب هناك وضوح اليمن اذا ما هناك أولاً ستلاحظ التواجد العسكري الخليجي في قاعدة عسكرية مارب والسيطرة على صافر وهذا نوع من إيجاد قاعدة عسكرية والمحافظة على حقوق النفط لأن كما تعلم داعش في سوريا سيطرت على منابع النفط وأصبح لديها دخل وتمويل ومولت عملياتها ويمكن للحوثيين صالح من إذا ما سيطروا على الحقوق النفطية أن يقوم ببيعه عن طريق السوق السوداء عن طريق إيران ستلاحظ الضرب لميناء الحديدة، تحكم في الموانئ، في الطرق البحرية، السيطرة على الحقوق النفطية، إيجاد قاعدة عسكرية قوية هذه هذه كل الخطوات لا تشير إلى أن الخليجيين قد حزموا وأدركوا أن الحوار السياسي مع الانقلابيين غير ذي جدوى وأن هؤلاء يحاولون الآن فقط لتعزيز مواقفهم وترتيب مواقفهم والدليل لا. على ذلك الذي يؤلمني في هذا, في هذا كله الموقف السلطة اليمنية التي حتى الآن نلاحظها عبارة عن جزر متقطعة سنأتي التقييم محور كامل التقييم أيضا الأداء الدبلوماسي للحكومة اليمنية ولكن أحدهم يقول أن الضغوط الدولية التي تقودها إيران ومجموعة من الدول الغربية أيضا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حلفائها في الداخل أن هذا استحقاق إيراني نص عليه الاتفاق النووي الأمريكي الأمريكي الإيراني مع الدول العظمى فهل تنجح إيران في انقاذ ما يم... ما تبقى من تواجد لحلفائها على الارض اليمنيه اعتقد ان مهم حتى لو كان هذا اتفاقا أه يعني تم غير معلن بين ايران وغيره الموقف الخليج يعتقد ونس تستطيع دول الخليج ودول عصف الحزم مع السلطه الشرعيه وفقا لقرارات الامم المتحده ووفقا لميثاق الامم الدول العربيه والدفاع المشترك والماده 151 في الميثاق وايضا حمايه المصالح القوميه العربيه ان تحدث ذلك التغيير، لكن ما ود التصريح به هنا ما ود التصريح به هنا ولاول مره اقول ان ايران تدرك ان وجودها ان حمايه اسرائيل احد اهداف ايران ولاول مره ساقولها هنا وساعطي دليل مرتبط الان ان الوضع العربي الحالي وتمزيق النسيج الاجتماعي وايجاد ثنائيه السنه والشيعه. الان اح انظر ماذا يحدث في القدس، نحن مشغولون في قضايانا الداخليه وايران لا يمكن لها ان تكون هي تدرك تماما ان تقسيم الوضع العربي وتمزيقه وتدميره هو حمايه لاسرائيل وهي تقدم هذه الخدمه ومن هنا ياتي الدعم الغربي لايران. لأنها توفر الحماية وتوفر الاستقرار لإسرائيل وهذا ما لا يدركه الموت لأمريكا الموت لإسرائيل هذه عبارة عن ألفاظ لا أقول هذا من باب الدعاية ولا أقولها من باب أقولها من باب الدراسة الموضوعية لأن هؤلاء يدركون تماما الآن نحن مشغولون القدس يمكن يعني قرارات للقدس حول تقسيم الزمني لزيارة القدس هذا موضوع كان في الماضي والآن يعاد إحياؤه لأن العراق هناك لديها مشاكلها إيران لديها مشاكلها سوريا يعني يعني الان يعني آه مدمره آه ليبيا اليمن بالتالي نحن الان قضايانا الوطنيه تحتل المرتبه الاولى والامه العربيه آه دكتور نعم امام يعني آه هذا الموقف العربي الذي الان في شهره الخامس موقف دول التحالف الموحد آه يعني هل يبدي ثمره نجاح لعمل عربي موحد مستقبل هل تقرا انت بمولود جديد يغير خارطه العالم على كل المستويات اعتقد ان التحديات كبيره والخصم او الطرف اللاعب الرئيس في المنطقه هم اسرائيل، واسرائيل ليس كدوله صغيره موجوده في الشرق الاوسط، اسرائيل كمنظومه دوليه وكوجود في كل المحافل الدوليه وكجماعات صانعه للقرار في اكثر من مركز اوروبي، بالتالي على العمل العربي يستطيع ان يتاسس من اليمن بتاسيس او رؤيه جديده لميثاق الامم المتحده لجامعه الدول العربيه لكن من خلال رؤيه استراتيجيه اعتقد ان يعني اذا ما توحدت كما هو الان دول الخليج عندما توحدت الرؤيه ان هناك خطرا ايرانيا وان ايران تلعب على هذا الدور حتى في مسأله ما يسمى سأعطيك المثل الان كما سأربط لك حتى العرب يعني نحن دائما نتحدث عن قضايا المؤامره عندما يتم بقاء ايران في ثلاث جزر والسماح لايران بتطوير اسلحتها، هو الذي يجعل من اتفاقيه الدفاع المشترك مع الامريكان تجد مبررة لدى الحكام العرب في دول الخليج لانها تريد ان تعمل توازن، هي التي تجعل دول الخليج تشتري اسلحه بمليارات الدولارات لاخلاق التوازن، بالتالي ايران تعلم هذا وبالتالي هنا يستفيد الامريكان الاوروبيين من شراء السلاح، تستفيد امريكان من اتفاقيه الدفاع المشترك، تصبح اسرائيل خطر بشكل 30% بينما ايران خطر 70% ومن هنا القضيه العربيه والقضيه الاسلاميه الان كنا نتحدث عن مشروع قومي. الان نحن في المستقبل سنتحدث عن مشاريع وطنيه هل يمكن لنا ان نكون سنه وشيعة مع بعض هل يمكن نتحدث عن على مستوى اليمن للجمهور اليمني هل يمكن يكون تعز وحضرموت وابهم نفس النسيج كنا نتحدث عن ماذا كنا نتحدث عن امه الاسلاميه عن القوميه العربيه هؤلاء ارادوا ان يعودونا الى ما قبل سكس بيكو اعادونا الى سني شيعي نعم لكن العبث الايراني العبث الايراني الدائم الان هل ينجح هل ينجح في اي خطوات الى اي مدى ايضا السؤال من شقين الى اي مدى بامكان الايرانيين يعني الاحتفاظ بحلفائهم في الداخل مع مع توالي الانهيارات حتى تطورت العمليات في مارب أيضاً. حتى اكون موضوعي ايران اشتغلت منذ عقود حتى على الجانب الاقتصادي وعلى استثمارات في دول الخليج كانت تعمل بصمت من خلال بناء حزب الله من خلال استثمارات في دول الخليج من خلال تكثيف الديموغرافيا في دول الخليج على دول الخليج ان تضع رؤيه منطقيه وايران تعلم تماما انها واقولها قد اتهم البعض المبالغه ايران هي يعني بفر ستيت او دوله حاميه لاسرائيل وحاميه المصالح الغربيه وهي تدرك ذلك والغرب يدرك ذلك وهذا يفضلها كما ان الغرب يفضل الشيعة عن السنه وهذا ناتج عن خلل لدى السنه لان يقال قال بريمر في في العراق قال للشيعة عنوان واحد اي السيد بالتالي ستضبط كل الشيعة تحت كلمه السيد بينما السنه جماعات بالتالي نحن علينا ان نضع استراتيجيه الان جديده تدرك الطموح الغربي في المنطقه لان الطموح الغربي في المنطقه حدد من عام 1990 على العوده المباشره للمنطقه، هناك دراسات قالت على الدول اوروبا وامريكا العوده المباشره الى المنطقه لانهم خسروا الحرب البارده خسروها اقتصاديا وانتصروا سياسيا ولكن على المستوى الاقتصادي خسروا وبالتالي كانت هناك نصائح وانا اطلعت على هذه الدراسات بالعوده المباشره لامريكا وهذا دليل على الدواعش والقاعده، هذا الدواعش والقاعده هي صناعه امريكيه بهدف اختراق السيادات يعني ودخول الحمايه الامريكيه ايضا جديده ايضا الملاحظه الان انه يتم الضغط دوليا تحت ذريعه يعني ضغط لايقاف العمليات العسكريه تحت ذريعه الوضع الانساني في البلد هل باستطاعه الحكومه الجامعه العربيه والحكومات الاقليم عموما بمواجهه هذا الضغط تحت مبرر انقاذ الوضع الانساني في البلد هناك ثلاث يسمى فوبيا فوبيا الدواعش والارهاب وهناك ايضا الوضع الانساني والحوثيون مخلوع صالح علي سبيل المثال الان تلاحظ الوضع السوري فتح اللجوء الانساني شكلوا ضغط علي اوروبا وبالتالي هم الان يشكلون ضغطا لحمايه النظام <applause> الذي يحمي النظام الان الغرب يحمي حماية لإسرائيل لأن تفكك النظام السوري في هذا التوقيت سيعني أن الدولة انهارت وبالتالي سيكون خطر على إسرائيل وبالتالي هنا بقايا المحافظة على وإيجاد حل التسوية هو يخدم مصالح الغرب وإسرائيل ولا يخدم المنطقة العربية ولا يهمهم السوريين الموتى أو الغرقى <applause> وبالتالي خلق حاله انسانيه في سوريا خلقت السنه والشيعه وهناك قنوات عربيه ساهمت في تعزيز السنه والشيعه من خلال ايجاد قنوات تلفزيونيه تعمل مناظرات بين السنه والشيعه وايدت هذا الان في اليمن نحن اوجدنا هذا الشرخ وهذا لعبه خطيره لان الرهان كان على خلق ازمه انسانيه في اليمن وهذا ما يتم الان من خلق ازمه، خلق الازمه الانسانيه هو عامل قوه امام ما يكون معك مجموعه دول ومجموعه انقلابيين فانك ستحرق الدول الكبرى بفارق تعامل السلاح على انك احدثت ازمه انسانيه ستوقف المعارك، اثنين ستخلق نوع من المتطرفين وليس المتطرفين الدواعش وخلق الدواعش والفراغات هو خلق ناتج عن الضربات، اثنين انا اؤكدها واقولها عن يمن شباب ان المرحله الثانيه من استراتيجية مخلوع صالح هي الفراغات الأمنية والدواعش والقاعده ولهذا سننتقل حتى اذا سلم اذا وقف المعارك سننتقل الى التصفيات والاغتيالات الفرديه وسننتقل الى آآ آآ عمليه تفجير المساجد والى آخر ولن تنعم اليمن وسيستمر حتى اخر نفس وبيكون تحت ذريعه الدواعش وهذا ما يتم من السيارات المفخخه في قي بيوت قيادات ال ال العفاشيين نعم. وضحت المسائل هذه الرجل يلعب بهذه الاستراتيجيه وهذه الاستراتيجيه ولكن تسع... يبدو ان ايضا هناك قوه في التحالف يعني واقفه بالمرساه لكل المخططات لكن اسمح لي العميد عسيري يقول ايضا ان ان العمليات العسكريه لن تتاثر بالمسار السياسي اريد ان اسمع تعليقك حول هذا التصريح العسيري لكن بعد فاصل قصير اعزائي المشاهدين فاصل ونعود ابقوا معنا من جديد أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة من حديث المساء التي نناقش فيها مجمل التطورات على الجانب السياسي والتطورات أيضا على الأرض وجد الترحيب بضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان دكتور كنت قد سألتك قبل الفاصل عن ماذا يعني تصريح عسيري بأن العمليات العسكرية على الأرض لا تتأثر بالمسار السياسي أعتقد أن هذا وضوح تام وهو منطقي وكنا نتوقعه لان كان زمان في خلل انه هناك عملية عسكريه وغياب للمسار السياسي وهو من المتعارف عليه ان يكون هناك مسار سياسي ومسار عسكري نظرا لان الحوثيين والمخلوع صالح لا يمكن لا يؤمنون بالحوار وليس لهم اهداف حواريه هم لديهم اهداف في استعاده السلطه بالتالي الذي لديه لدي لدي هدف في استعاده السلطه لا يتحاور بل يقوم بعمليات عسكريه للعوده الى السلطه وبالتالي الحوار معه عبث لانه لن 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 يتوقف اذا ما وجد مخرج للامان، لن يتوقف في حال ما منحته جزء من السلطه، لن يتوقف اذا ما كان جزءا من الحل لانه لا يريد ان يكون جزء من الحل، يريد ان يكون هو هو مصدر السلطه وهو راس السلطه، وبالتالي هؤلاء لن يتوقفون اقولها والدول الخليج الراعيه للمبادره قد تابعتهم منذ المبادرة الخليجية تابعتهم بالحصانة تابعتهم في توحيد الملف المتحدة تابعتهم في حتى في في مراحل لاحقة وأتضح أن كل ما دول الخليج قدمت كلما تمردوا عليها منحتهم كل شيء وبالتالي أصبح الحوار مع هؤلاء نوع من العبث والمؤمن لا يلدغ من جحره مرتين نحن لدغنا أكثر من مرة مع هؤلاء بالتالي التجارب بائنة من الحوثيون كانوا يحاورون ويتوسعون المخلوق صالح أخذ الحصانة وكان يلتف العودة إلى السلطة منذ أن وقع المبادرة وهو يرسم العودة إلى السلطة وبالتالي أعتقد أن المسار السياسي ينبغي أن يكون كالتالي إيران حاولت عشر سنوات وهي تبني المفاعل بالتالي انت لديك ضغط دولي. الضغط الدولي هذا انا امتصه من خلال ماذا؟ من خلال الحوار وتلوى حوار، طالما انت موجود في الجغرافيا، طالما انت مسيطر، موجود لك يعني عدد من المعدات والجيش في مارب بهذه القاعدة العسكرية انت موجود الان، وهذا عكس جنيف السابقة عندما مم. كان لا سلطة شرعية موجودة وسنأتي إلى السلطة ونقط ضعفها ولكن في الأخير أنت الآن استعدت بعض المناطق وفي أماكن خطيرة سنتحدث عليها الآن متعلقة بعبة الحياة متعلقة بإملاء الفراغ الأمني متعلقة بدات العمل السياسي الخارجي كل هذه قضايا فراغ ينبغي التركز عليها وهي خطيرة الألغام إلى آخره الحوثيين لديهم خطة واضحة مع المخلوع صالح وإستراتيجية دقيقة ساعتك على عدن ثم سأعود إلى تصريح العسيري في عدن تم تم استعاده الجغرافيا ولكن كان هناك كم هائل من الغام وكان هذا الكم الهائل من الغام ماذا يعمل؟ يعمل على تعثر عوده الحياه للمواطنين، لا تستطيع ترجع للدراسه، لا تستطيع المستشفيات لا تستطيع لان هناك الغام موجوده وهذا اي شخص يحمل هذه هذا المشروع الاعاقه للمواطنين لا يحمل مشروع حياه. يعني الموت لامريكا، الموت لاسرائيل. الغام متفجرات في المدارس، هذه هذا لا هذا ليس لديه مشروع وطني ولا يحمل مشروع حياه للناس، بالتالي انا استغرب على الجماهير المؤيده، كيف توقف مع مع جماعه لا تحمل مشروع للحياه، تحمل مشروع للموت، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، الموت للمسلمين، الموت للمسيحيين، لمن يعني نبقى نحن؟ الان الغام في المدارس تعيق الحياه، بالتالي هناك عندنا اعاقه الحياه عودة الحياة هذا المعيق وهذا خطير للغاية سنواجهه من قبل السلطة عندنا أيضا الفراغات الأمنية لأن في أحد اللقاءات تحدث أحدهم معي وقال أتحدك أن تعود لعدن لأنه يعلم أن هناك فراغات أمنية وأن هناك خلايا نائمة وأن هناك عملية اغتيالات وأن هناك عملية قاعدة ودواعش مصطنعة بالتالي الآن سينتقلون إلى الفراغات الأمنية اثنين معنا المقاومة التي أوجدها الميدان يعني هناك جماعة من الشباب تعسكروا وتدربوا كيف يمكن لك أن تستبعهم دون أن يتحولوا إلى جماعات أو مليشيات ويتحولوا إلى جماعات تسيطر على المنطقة كيف يمكن تجميع وهذا عمل خطير تجميع اليوم لاحظنا تقرير في عدن يعني احتجاجات لهؤلاء الجماعات الذي اصبحوا بفعل القتال في الميدان قوه ولهم قاده ولهم ويعتقدون انهم لهم مبررات انهم قدموا وضحوا وهنا هذا ميداني لكن سياسيا دكتور عشان, بقى عشان قبل ما ننتقل نعم. هذا تحدي هذا نعم. تحدي خطير لكن سياسيا ماذا بقى لدى الحوثي والمخلوع كي يستخدموا سياسيا امام بيان مجلس الـ مجلس الوزراء الخارجي العرب امام قرار مجلس الامن امام توقف المفاوضات سياسيا ماذا تبقى لدى الحوثيين والمخلوع من الوضع الحوثيين, الحوثيين لن يتوقفوا مع الحوثيين لديهم مشروع التوقف مع المحافظه على بقائهم في صعده وهذا ما يعني في السر تجمعهم في صعده وانسحاب من صعده اللي هم هم على البقاء كوزن الحل بمعنى اننا كحزب الله لكن المخلوع صالح وطبعا الحل انا بالنسبه لي صالح اهون من الحوثيين لان الحوثيين عندما يكون على شاكه حزب الله يعني لا استقرار من الحياه لكن صالح سيستمر في الصراع حتى يتم يعني القضاء عليه نهائيا ولن يتوقف صالح ولن يتوقف تسويه لذلك انا اتحدث هنا انهم هذا الفراغ الامني هم يراهنون عليه م. تاثر عوده الحياه يراهون عليه الحكومه المشلوله حقنا يراهون عليه ضعف صناعه القرار يراهون عليه انت معك معركه عسكريه في الميدان عسكريه ومعك دول عصر الحزم لا توجد حكومة يمنية مكتملة تصنع القرار وتساعد لا أنت معك معركة خارجية عن طريق وزارة الخارجية مه. هذه المعركة وزارة الخارجية أنت لابد أن تؤثر في صناعة القرار الدولي وتدرك ويكون لك وزارة خارجية كاملة لا تقل عن وزارة الدفاع تدير معركة الخارجية وتوصل قضاياك ومظالمك مه. يرادفك في ذلك المجتمع المدني والنشطين والأكاديميين نحن الآن لا علاقة لنا بالسلطة ولا حد التواصل مع الأكاديميين ولا مع المجتمع المدني ولا هناك وزارة خارجية نحن الآن في تركيا لا يوجد لدينا سفير والسفارة هنا تقريبا يعني هي هنا قائم بالأعمال لم يعين سفير دولة داعمة لدول عصر الحزم ويمكن لهذه السفارة أن تكون عندها شريحتين شريحة مقفلة تبع سلطة شرعية وشريعة فاعلة تبع الحوثيين صالح وبالتالي أنت الآن تركت سفارة تلعب بشريحتين لأنها تأخذ مرتبتها من الداخل لم تعين سفير يتبع لك في العربية السعودية وهي العاصمة المركز الذي يدير السفاره القائم بالاعمال، لماذا لا تحوله الى سفير وتسيطر على الوضع الخارجي؟ اين رجالك السياسيين القدامى الذين يستطيعون ان يؤثروا بالقرار ولديهم علاقات مع قاده الدول الاوروبيه لصناعه القرار؟ اين المجتمع المدني الذي يقوم الفعاليات لايصال المظلمه اليمنيه؟ اين المنظمات والجماعات حتى حتى الناطق الرسمي لا لم اسمع ناطق رسمي حكومي او ناطق رسمي مثل اليمن او او جماعه مدنيه تحركت لايصال ما يحدث في تعز وفي عدم من كوارث، الناس لا يدركون ذلك. وبالتالي هناك تغييب انا عندما تشاهد ماذا يحدث في تعز لن تتحدث عن تسويه انا عندما اشاهد ماذا يحدث من تعز من قصف الذي يقصف تعز بهذه العشوائيه وبهذه الهمجيه لا يمكن لي ان اتحاور معه ولا يمكن ان احمل مشروع كيف لا, لا توصل هذه الصور نحن لا نريد صور بشعه لكن وصل مظلمتك هؤلاء يرتكبون جرائم اباده وبالتالي هذه الجرائم الاباده منها عنصرين عنصر اضعاف المدن وخضوعها بهدف تحقيق انتصار على حسب المدنيين، هذا يتخالف مع القانون الدولي الانساني، انت نحن الان في تعز كوارث لا تستطيع ان توصلها للعالم الخارجي، الذي يستطيع وصله هم المنظمات التابعه للانقلابيين وبالتالي لديهم يدركون هذا ويعملون، اذا السلطه الشرعيه تعين محافظ شهرين ثم تعزله، لا يوجد لدينا عندنا وزاره زي الاصابع المبتوره يعني لا يوجد معك فريق حكومي يعمل فريق كنخبة استراتيجية تعمل على إدارة المرحلة الانتقالية عن طريق حكومة كاملة وجهاز إعلامي كامل وجهاز العلاقات الخارجية الخارجية هي لاعب رئيس كامل يفهم الامم المتحده يتعامل مع الضغوط الدوليه مع جامعة الدول الان الذي يدور جمع الدول العربيه العربيه السعوديه تتحرك جامعة الدول العربيه اين النخبه اليمنيه التي تشارك في القرار وتدعم الموقف الخليجي من خلال رؤيتها وتساند دول العاصفة وتظهر في الصوره اين الناطق الرسمي الذي يكون بجانب العسيري ليتحدث عن العمليه حتى لا تكون هذه المعركه هي معركه العربيه السعوديه وهم يستغلوها ويتحدثوا عن عدوان خارجي ونحن نقول انه ليس هناك عدوان خارجي ولكن هناك جماعه انقلابيه انقلبت وأخرجت وخلقت مسارها الانتقالي وبالتالي على الناطق الرسمي اليمني ان يكون ظاهرا كعسكريا ومدنيا بما يجعل هذه المعركه معركه بين سلطه وشرعيه نعم عم كتر عم كتر من دول عاصفه الخليج اجمل هذه المعطيات التي تحدثت عنها في الملف السياسي وايضا تطور العمليات في مارب ما هي قراءتك المستقبليه للمستقبل القريب خلال الايام القادمه ما توقعاتك لمجريات الاحداث انا اعتقد ان اذا كان الان الذي يخيفني اولا من الواضح ان دول عاصفه الحزم قد وضعت استراتيجيتها وتصريح العسيري واضح ومن تكدس او هذا الوجود العسكري الكثيف بالمعدات وهو مطمن بمعنى ان حتى لو تم ضغوط دولية قصوى للتسوية فأنت موجود في الميدان كقوة عسكرية قادر أن تحدث عمليات لكن واضح أن الخليجيين لن يتوقفوا عن ذلك ولكن سيدخلوا في مسار دولي من الحوارات كم زال معنا وقت؟ لا زال لدينا دقيقة فضلا أوكي سيكون هناك مجال سياسي وعليهم ألا يدخلوا في هذا المسار ببعد استراتيجي عليهم يدخلوا في بعد استنزاف الوقت وامتصاص الضغط الدولي والحوار على مستوى الميدان لتحقيق الهدف المنشود لعبه الدوله. اثنين السلطة الشرعية أحد نقاط ضعف معركتنا هي السلطة الشرعية مع أحترامي شديد نقطة ضعف شديدة نظرا لعدم وجود سلطة شرعية متكاملة من حيث صناعة القرار من حيث العمل كوجود من حيث وجودها في الأعلام من حيث إيصال مظلومتنا من حيث إدارة المعركة الإنسانية والعسكرية والخارجية لإدارة العلاقة الدولية بجهاز متكامل من خلال الان ما عندناش حكومه كل يومين اسمع عن وزير كل يوم يقال الوزير اين حكومتنا متكامله حتى لو كانت في الخارج اين هي كجهاز متكامل له رؤيه هناك المواطن يسمع ان هناك خلاف بين النائب والرئيس وهذا مؤثر في هذا التوقيت ينبغي ان يكون هناك لحمه ونعطي صور كما كان العلاقه بين عبد الربو في في اثناء فتره انتقاليه وباسندو كان هناك خلل وهذا اثر على المواطن وقوى الحوثي والمخلوع صالح من ضلال لهذا الخلل في الرئاسه وكانوا هم يسوقون في الصحف ان هناك خلل في رئيس الجمهورية بالتالي هذا الخلل بين النائب وبين الرئيس ينبغي أن يعني يزول عليهم أن يكونوا كجهاز مستقل علينا إكمال الحكومة علينا أن يكون لدينا خطة إملاءات لأن المعركة القادمة بعد العسكرية هناك عودة الحياة وهذه معركة شاقة أمس هناك صواريخ في المدارس وأيضا والألغام التحرير الألغام لأنه لما يوزع ألغام بمئات الآلاف يعني أنك تراهن على معركة لسنة سنتين يريدون ان يدخلوا الخليجيين سنتين وانت الان تعيق التحد التقدم بتؤخر الحياه والمدرسة على نعم. على المجتمع بما يجعلك تدخل حتما ستدخل في مفاوضات لانك ستجد نفسك شهر بعد شهر بعد شهر داخل معارك نعم. اثنين الدواعش والقواعد والقاعده الذي أهل التوظيف والاغتيالات ستكثر الان ولاحظ الان اغتيل 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 ما حدث بالفترة الانتقالية عندما تم اغتيال ما يقارب 400 أو 500 شخصية من التصفيات لإدخال الرعب بالتالي على السلطة الشرعية أولا وهي نقطة ضعفنا أن تكون سلطة متماسكة حكومة متماسكة عندها تدير معركة في العلاقات الدولية في علاقة المعركة الإنسانية الآنية والبعيدة وعندنا المعركة العسكرية تدور فيها وعندنا تو تو تسويق تسويق المظلمة اليمنية الدفاع عن السلم والأمن الدوليين واستعادة الشرعية وهي مطلب وفقا لكل الموافقة الدولية وأمريكا عبثت رؤساء تحت الانقلاب على الانتخابات نعم. عبثت رؤساء دول لأنهم هناك انقلاب تم على رئيس منتخب وبالتالي علينا أن نسوق هذا هناك انقلاب تم على رئيس منتخب لم يكمل لم يوصل وفقا للبدرة الخليجية والموافقة المتحدة لم يوصل استفتاء الدستور وانتخاب رئيس جديد وفقا لهذه المبادره وفقا مجلس الان بالتالي هذه الـ 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 يعني الـ دكتور. هذه محترم من قبل الدول الكبيره ان انت انقلبت على المسار وهناك رئيس انت انقلبت على رئيس منتخب هناك تهديد المنطقه اليمنيه على الامن السم الدوليين هناك الصراع القومي مع ايران بالتالي على السلطه اولا وهي نقطه ضعفنا ان تكون سلطه موحده وان تلتم وتتماسك ويكون لديها رؤيه نحن الان نعم دكتور. امام سلطه أه مقطعه الايادي والارجل نعم نعم ماذا على المقاطعه انتهى الوقت شكرا لك يا استاذ الدكتور السلام الاجتماعي السياسي الدكتور الباقي شمسان شكرا لك كما الشكر موصول لكم انتم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن الاصغاء والمتابعه بامكانكم اعاده مشاهده الحلقه مره اخرى على صفحه القناه على الفيسبوك وعلى نفس الصفحه بامكانكم ايضا متابعه اخر الاخبار على مدار الساعه بقي لدينا الفقره الاخيره يصحبكم فيها الزميل هشام الزيادي وهي اخر مستجدات السوشيال ميديا لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا